السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. انطلقت قبل ثوان قليلة فقط مباراة منتخب بوركينا فاسو ضد نظيره موريتانيا في إطار المجموعة الرابعة من الجولة الأولى في دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا، وينتظر العديد من الجزائريين خسارة منتخب بوركينا فاسو أو على الأقل تعادله مع منتخب موريتانيا، وهذا لرفع حظوظ الخضر في التأهل للدور الثاني. ويمكن لكل الجزائريين مشاهدة هذه المباراة بجودة عالية بدون تقطيع على القناة الأرضية الجزائرية والتي تملك حقوق نقل معظم مباريات هذه البطولة، فبالتوفيق لكل المنتخبات العربية المشاركة في هذه البطولة.